دلوقتي هنروح مع حضراتكم مجموعة من الأخبار الخفيفة حصلت برا مصر. هنبدأها معاكم من لعبة الفيديو الشهيرة جون مادن لكرة القدم. اتباعت هذه اللعبة بمبلغ 480,000 دولار عشان تسجل رقم قياسي عالمي جديد لأعلى سعر مدفوع مقابل لعبة فيديو رياضية. اللعبة دي هي الأولى في سلسلة الإصدارات السنوية لألعاب كرة القدم جون مادن. نروح معاكم لخبر تاني، ويعني سيدة كده بتشيل السجاد جوه بيتها تقريبا، يعني كالمعتاد الستات تحب تشيل السجاد وتنظفه والكلام ده. لقيت بقى هي ايه؟ لقيت خزنة حديد ملهاش اي ارقام زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا هي ما فهمتش ايه الموضوع وايه الخزنة دي، هي اصلا كانت لسه مشترية البيت من شهور قليلة، وفي نفس الوقت اول مرة تعمل بقى موضوع انها ايه تشيل السجاد والكلام ده. كانت محتاجه تفك لغز الخزنه دي وتعرف ليه هي موجوده هنا، فقررت انها تعمل فيديو وتحطه على تيك توك علشان الناس تتفاعل معاها وتساعدها ازاي ممكن تفتح الخزنه دي. طب ما ترجع للراجل اللي هي اشترت منه البيت اول حاجه تقول له ما هو لا طبعا ما هي لو في فلوس ودي خزنه فاكيد فيها فلوس فاكيد مش هتحتاج ترجع. لا ما هو اكيد الراجل ما باعش البيت وهو شايل فلوسه في خزنه تحت السجاده ومنتظر ان هي يعني تكلمه، اكيد الراجل سايبها تطلع فاضيه اصلا الخزنه دي وبس كسل يشيلها. ممكن برضه. طيب نروح لفيديو تاني متداول بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في عالم الطبيعة، طبعا انتشر بشكل واسع جدا. الفيديو ده ظهر فيه نسر وهو بينتشل ذئب ضخم وكمان طار بيه بمنتهى الثبات، زي ما انتم شايفين النسر طار في السماء وهو شايله بمخالبه، حتى ان العلماء المتخصصين في عالم الطبيعة والحيوانات اندهشوا وما كانوش مصدقين من المشهد اللي شافوه، لان طبعا النسور بتشيل اوزان معينه اوزان محدده مستحيل تقدر تشيل هذا الوزن، لكن الوزن طبعا كبير انه يقدر يشيله بهذا الثبات وهذه القوه، فطبعا كانت حاجه غريبه الحقيقه. طيب نروح معاكم لقصه كفاح. بنت كانت عايشه في كامبريدج عندها 19 سنه فكرت ازاي تستفيد من مساله بقى الحظر والقعده في البيت بسبب فيروس كورونا، اتدربت على انها تطرز الشنط وابتدت بقى تعمل تصميمات وتعمل لها صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض منتجاتها للبيع. المشروع ابتدى معاها ب 25 جنيه استرليني، وال 25 جنيه دول أخدتهم من جدتها. دايما الواحد كده يروح لجدته أول حاجة أو جده لو محتاج حاجة، لو عايشين ربنا يديهم الصحة يعني، وابتدت بيهم المشروع. واحدة واحدة بقى الموضوع إيه ابتدى يكبر معاها، ابتدت تكسب، والموضوع وصل دلوقتي ان راس مالها بقى 12,000 جنيه استرليني. ده مكسبها في اليوم مش راس مالها كمان. الله يرحمك يا جدي. طيب شفت بقى الفلوس بتاع الجدود بيبقى فيها بركه دايما. ما شفتهمش الموضوع، ما شفتهمش الاثنين والله. لا انا الحمد لله تهنيت بيهم فتره كبيره في حياتي، طبعا دلوقتي هم متوفين يعني ربنا يرحمهم جميع. لكن دايما دايما فلوسهم ودايما مصروفهم بيكون في بركه اكتر من بتاع الام والاب. الله يرحمه.